مشاهدينا، أطلق مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير فعاليات هذا الأسبوع. المعرض المتخصص يشكل أرضية لتبادل الأفكار والقيم في مجال العمل الإنساني والإغاثي التنموي بمشاركة 275 مؤسسة خيرية. التفاصيل في التقرير التالي. اسمي صوفي وعمري 9 أعوام وسأصبح 10 هذا العام. استقبلتنا صوفي في الجناح الذي تشارك فيه في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير. عرفتنا على المنتجات التي ابتكرتها من الصوف المهمل والتي سيذهب ريعها إلى الفقراء والمحتاجين. بعض الناس يرمون البقايا الصوفية، ولكن أنا أريد أن أريهم ماذا باستطاعتهم أن يفعلوا من الصوف. من المنتجات التي تشارك بها صوفي الدمى والزهور والإكسسوارات، وتعرضه في جناح الأوقاف النيوزيلندي الذين احتضنوا مشروعها البسيط إيمانا منهم بأهمية استثمار الصوف في مساعدة المجتمعات الفقيرة. احنا في الأوقاف النيوزيلندية بدأنا المشروع للمحافظة على الثروات المهدرة في لحوم الأضاحي ولحوم الإغاثة بالاستفادة من الأصواف التي حاليا لا تستفاد منها، تترك في المسالخ وتباع في الأسواق بدون ما ترجع إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين. يعد معرض ضهاد أرضية لتبادل الأفكار والقيم حول الشأن الإنساني والإغاثي والتنموي من أجل تقديم أفضل الحلول والخدمات. الموضوع اللي على بال كل حد اليوم هو موضوع سوريا. المؤتمر هذا ما يعتبر مؤتمر سياسي، فما نتكلم عن جانب السياسة، لكن نتكلم عن كيف الحروب أو كيف الوضع في سوريا يأثر على الناس، على النساء، على الأطفال وعلى العوائل وعلى المشردين. يشارك في المعرض 275 مؤسسة خيرية ومؤسسات في قطاع الصناعة للإغاثة والتطوير. قضية أراكان والإخوة الروهنجيون هي قضية منذ 70 عام، وحقوقهم مسلوبة وأعراضهم منتهكة ولا أحد يلتفت لهم. من هذا المنطلق كانت فكرة إنشاء هذا المركز من بعض الغيورين من الحقوقيين على مستوى العالم. والله نحن نعمل على عدة مسارات في مركز الروهنجي العالمي، منها المسار الحقوقي والقانوني والمسار الإغاثي والمسار الإعلامي والمسار التعليمي. يهدف معرض ومؤتمر دهاد للتركيز على أهمية بناء شراكات مستدامة بين المنظمات والهيئات بهدف تحقيق تنمية منشودة، أهداف قد يصعب علينا فهم آلية تنفيذها، لكن صوفي تلخصها من خلال مشروعها البسيط. أنا أفعل هذا للفقراء الذين لا يملكون طعام ولا عائلة ولا مياه ولا حتى منزل يقطنون فيه. لصباح الخير يا عرب، عمر ركابي، NBC دبي. مشاهدينا، معنا سيد إحسان بن صالح طيب، هو الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية المكلف، وأيضا من المشاركين في معرض ومؤتمر دهاد. صباح الخير. صباح النور، مرحبا. يعني أنتم مشاركتكم هذه للسنة السابعة على التوالي في المعرض والمؤتمر، وأيضا هي السنة العاشرة للمعرض. إذا ممكن تخبرنا بس بشكل مبسط في البداية مشاركتكم في هذا المعرض وأهدافها أيضا، وإيش المختلف هذه السنة؟ تشارك الهيئة في هذا المعرض بصورة سنوية شبه سنوية تقريبا لعدة أسباب. لعل أبرز الأسباب اللي هو التقاء العاملين في مجال المنظمات الإغاثية والعمل الإنساني في هذا الملتقى، وعرض تجارب كل دولة من الدول في والمنظمات في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه نفس المؤتمر والمعرض بيعقدوا متزامنين في نفس الفترة لمدة 3 أيام. المعرض يتجه إلى عرض التجارب وفي نفس الوقت المصورة والحاجات، وكل دولة وكل منظمة تعرض ما لديها من برامج ومشروعات وإغاثات. أيضا بالنسبة للمؤتمر، المؤتمر في عدة أوراق تقدم في خلال هذا المؤتمر ومن مختلف المنظمات وموضوعات مختلفة. السنة هذه بيركز المؤتمر على الشراكات ودورها في تعظيم العمل الإغاثي الإنساني
وأيضا العمل على وقف الازدواجية في أداء هذه الأعمال سواء في المناطق أو في البرامج أو المشروعات، وبالتالي يحقق أعلى قدر من الفاعلية والتمكين لأداء العمل الإغاثي ورفع مستوى الأداء في هذا المجال. السنة هذه طبعا الجديد فيه أنه الوضع السوري فرض نفسه، وفي نفس الوقت كثير من المنظمات تعمل في المجال الإغاثي المتعلق بالنازحين السوريين في دول الجوار في الأردن وتركيا ولبنان. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية كان لها دور كبير ولها تجربة مميزة في هذا المجال وخاصة فيما قدمته من برامج ومشروعات وإقامة مراكز لإيواء النازحين السوريين للمناطق في دول الجوار، وهذه المراكز مؤقتة. هيئة الإغاثة قدمت جهود واضحة في هذا المجال أشادت بها كثير من المنظمات الإنسانية، وحتى الحكومة اللبنانية بمختلف طوائفها أشادت بالدور اللي قامت بالهيئة، وخاصة في معسكريها في عربسال وفي المرج. واحنا كمان يعني يمكن طلعنا معكم في احدى الرحلات الى عسال وقمنا بتصوير كل المساهمات الفعاله الرائعه هناك بين الحدود السوريه واللبنانيه، ومستمرين اكيد يعني في هذه التغطيات بشكل مستمر. نعم، نحن اعتمدنا يعني في الدرجه الاولى مش بس على عمل يعتمد على الفزعه وعلى النخوه، لا، عملنا مخطط بيعتمد على الدراسه. والدراسه لا اعني بها الدراسات المطوله، لانه لنا مكتب في الشام في بيروت بالذات بيعمل على دراسه الوضع اللي موجود وبيعطينا صوره. ونزلنا في الفترات السابقه بمدراء عموم الادارات في الهيئه، من اداره الرعايه الصحيه لاداره الاغاثه العاجله لاداره التربيه والتعليم، هذه الادارات كلها تواجد رؤسائها وحددوا الاحتياجات ووقفوا على الاحتياجات، وساهم معالي السفير السعودي في تدشين اعمال الهيئه في حفل افتتاحي في فندق السفير، وفي نفس الوقت شاركوا فيه كثير من منظمات المجتمع المدني في مختلف دول العالم، وأيضا المنظمات التي تعمل في المجال اللبناني والإخوة اللبنانيين. اعتمدنا على فلسفة العمل التنموي المستدام بالنسبة لهذه الفئات. يعني على سبيل المثال استطعنا أن نأخذ الطلاب السوريين ونستمر في مواصلتهم لدراستهم في المدارس اللبنانية من خلال توفير مناهج ومدرسين سوريين بتدفع لهم الهيئة واستمروا في مواصلة دراستهم. وأعتقد التقارير اللي أظهرت هذا الجانب موضحة. في الجانب الصحي أرضي أيضا تقدمنا لبعض الحالات اللي كانت موجودة واستطعنا أن نعالجها، وعملنا شراكات مع المستشفيات اللبنانية في طرابلس وفي غيره من المدن. في الجانب أيضا اللي هو الإغاثي زي ما أنت تفضلت وشفتي كثير من يعني اعتمدنا على في إقامة هذه المراكز الخاصة بإيواء اللاجئين المؤقتة على بنايات على البنايات، وعلى أنه أرضية المبنى الأرضية الخيمة أو المكان اللي مخصص لكل أسرة بحيث مشتملة على مشمع ولباد وأيضا موكيت وبعض الحاجات، بالإضافة إلى توفير الماء النظيف والكهرباء والتدفئة اللي هي موجودة خاصة بأنه الفترات كانت باردة على النازحين. أيضا صمدت معسكرات الإغاثة الخاصة بهيئة الإغاثة الإسلامية أمام الموجات العاتية من البرد والمطر واستمرت بشكل جيد تؤدي دورها. استطعنا أن نوفر في يعني لكل وحدة سكنية دورة مياه نظيفة ومكان ملائم ومكان للطبخ ومطبخ مركزي للأسر، كل اللوازم الأساسية. وأيضا لم نهمل الأطفال، أوجدنا بعض الأماكن الترفيهية للأطفال بحيث أنه يساهم في تخفيف الصدمة على هؤلاء الأطفال وما عانوا. السؤال الأخير، لاحظ سيد أحسن أن بعض الهيئات أو المنظمات أو الجمعيات ما أن تحمل اسم إسلامية إلا ما تدخل داخل دائرة الشك من بعد طبعا أحداث 11 سبتمبر، هل ما زلتم تواجهوا هذه المشكلة ولا قدرتوا تخرجوا من هذه الدائرة؟ الحمد لله نحن في سبيلنا الخروج النهائي من هذه المشكلة بعدة حاجات، بالدفاع عن قضايانا قدام الجهات الدولية في هذا الشأن، وتعزيز الصورة الذهنية الجيدة للهيئة من خلال هذا العمل اللي انتم بتشوفوه، ومن خلال التواجد هذا المؤتمر توثيق فرصة كل لنا فرصة لنا لإثبات هذا الجانب. ايضا نستغل كل فرصة لكل لقاء ولكل
شراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة لنقدم لها الجانب المشرق من مملكة الإنسانية في أدائها وعطائها لمختلف أنحاء المحتاجين في دول العالم بدون النظر لعرق أو جنس أو لون أو دين. وهذا شيء أساسي نحن بنسعى فيه في الهيئة، ويؤكد علينا معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ عبد الله عبد المحسن التركي في كل لقاء يتم بيننا وبينه. وطبعا هذا الكلام مستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية التي تؤكد على هذا الجانب، والتي تؤكد على أن المملكة ينبوع خير يفيض إلى كل الدول بصرف الاستثناء عن سواء الدول الإسلامية أو الدول العربية أو إلى المحتاجين في دول العالم قاطبة في كل أصقاع المعمورة. نعم، الله يجعل في ميزان حسناتكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك سيد إحسان بن صالح طيب الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية المكلف. شكرا. وأنا بدوري أشكركم على إتاحة هذه الفرصة واجبنا لإيجاد نوع من الترابط وأيضا تصحيح الصورة الذهنية عن الهيئات الإغاثية في العالم الإسلامي. واجبنا أكيد سيد إحسان، نتشرف بهالشيء. شكرا لك. مشاهدي رح نروح لفاصل، وبعد الفاصل كيف نعبر مع بناتنا أو نعبر معهم مرحلة مهمة ومرهقة هي مرحلة المراهقة الحرجة. هذا ما راح نبحثه مع الدكتورة سامية العمودي الناشطة في مجال التمكين الصحي. كل مرة تكون معنا من جدة، ولكن اليوم راح تكون معنا في الاستديو. انتظرونا كرما لا أمرا.